الوطن هو المولد، هو المهد، وهو الحضن الدافئ الذي ينشأ به الشخص مهما كان نشأته، العائلة، الأب، الأم، الأخوة والخوات، الجيران، المعارف، الأصدقاء، ثم تتوسع الدائرة وتسير الأحداث. من هذا تتكون شخصية الواحد، والوطن هو عنصر أساسي في تكوينها. وذكريات عنصر أساسي في حياة الإنسان وفي سعادته فيما بعد. بالنسبة لي أنا ولدت في آخر أسبوع من عام 1947 في الكرخ، محلة مشهورة، محلة سوق جديد قريبة على سوق حمادة، ستة نفيسة والتكارتة والجعيفر. هاي بغداد القديمة، الجانب الغربي من أمامنا كانت المستشفى الملكي في الكرخ، وقضينا بيها أيام طيبة. من 47 مرت علينا أحداث أليمة الحمد لله أتذكر قسم منها، وأهم شيء بالذكريات هو فيضان بغداد، فيضان دجلة في بغداد عام 1954. كنت أنا طفل حوالي 7-8 سنوات، لي هسه أتذكر. وضعوا أكياس الرمل حتى يمنعون غرق منطقة خضر الياس ومنطقة سوق جديد. براها جت أحداث سنة 56 والعدوان الثلاثي على مصر. هاي المنطقة كلها أنا عشت فيها إلى عام 1960، فإلى حد سنة إلى أن كان عمري 13 سنة أنا عايش في هذه المنطقة. أهم شيء في حياة الفرد في مثل هذه الفترة هو الدراسة. أنا كنت طالب ابتدائية في مدرسة فتحت جديدة والحمد لله ذلك الوقت، وهي أنه جمعية التربية الإسلامية الأهلية فتحت مدرسة ابتدائي، فكنت من أوائل الطلاب الذين دخلوا فيها سنة 53. المرحلة الابتدائية 6 سنوات، ثم المرحلة المتوسطة 3 سنوات، 9 سنوات. كانت سنوات مهمة جدا تطبع حياة الشخص. نوع التدريس، الأساتذة الله يذكرهم بالخير ويرحم اللي انتقل منهم إلى رحمة الله، تأثر هواي. قضية التربية هي اسمها مدارس التربية الإسلامية، بس بالحقيقة المنهج هو المنهج الاعتيادي المدارس العراقية، بس كان هنالك تركيز في موضوع الدين، في تدريسنا مواضيع الفقه والدعوة، تفسير القرآن وحفظ القرآن. والله أقول لك إياها، إحنا عندنا في نفس هاي المنطقة المقابلة للمدرسة ما يسموها مجموعة كركين بيت الوسواسي، أكوش حوالي 6 أو 7 محلات، مكوي، كعك، حج نبات، سكلة، بيع المواد. هاي المنطقة كلها بالحقيقة هاي الدكاكين لا تزال عائدة إلى جدي بعد لحد الآن ما موزعيها. لا تزال بالمنطقة بيت آخر قريب على جسر باب المعظم من الناحية الغربية، بيت إن هناك. هاي المنطقة يعني خضر الياس. أنا بالحقيقة أتذكر يمكن النقاط المهمة هي قضية الجوامع اللي كنا نصلي بيها بالجمعة وبقية الأوقات. جامع القمرية بسوق جديد، جامع حنان ساحة الشهداء، جامع الشيخ صندل، جامع خضر الياس اللي الناس مشهورة باحتفالات، تجي أيام يجيبون قطعة من الخشب يحطون عليها الشموع ويتمنون إشي ويخلوه في النهر، جامع مشهور. جامع القمرية كانت دائما يعني هذا المصيف مالنا، يعني يوميا الحمد لله والشكر يصير الدنيا حارة نطلع من بيوتنا. كانت تذكر البيوت بيوت قديمة ومتلاصقة وبسيطة، فكنت يوميا أطلع الظهر بالثلاثة أروح إلى جامع القمرية، أكوش سور اللي هو ملاصق إلى الشط نهر دجلة، وأقعد على هذا السور أراقب نهر دجلة اللي يسبح
الدوب. والدي كان مشارك في دوبة حمولة 450 طن كانت زمن الخير ينقلون بها الحنطة ويتاجرون بها من تكريت وسامر بغداد إلى البصرة. كان ذاك الأيام أيام خير وبركة. والدي موظف بسيط بالحقيقة. شغلة والدي شوية غريبة. والدي مواليد 1897، ضابط في الجيش العثماني، وبعد أن عاد من الحرب العالمية الأولى كان مصاب بصدمة نفسية شديدة خلته يترك أي شيء اسمه علاقة بالتوظيف أو وظيفة حكومية، فكان يأخذ وظائف بسيطة ويشتغل بها، والحمد لله الأمور كانت مستورة. ونحمده تعالى أنه، وهاي نقطة مهمة أحب أقولها، أنه الإنسان مثل ما يقول الإمام الشعراوي، أنت عنده قدرة على العمل، أنت مو تشتغل حتى تكفي نفسك أو عائلتك، إذا تقدر توسع الإمكانية بحيث حتى أحفادك، مو بس أبنائك، أحفادك يستفادون. فأنا أقول أن ألف رحمة الله على جدي ووالدي ووالدتي، أنه جدي خلف لنا أملاك تم استملاكها، ومن عائدها قدرت أكمل كلية الطب. كلية الطب مو سهلة، واحد اللي يدرس بها مدة 6 سنوات في إمكانيات محدودة. دخلت الإعدادية، إعدادية الكرخ للبنين، فيما بعد يسموها إعدادية الرئيس، هي الإعدادية الأساسية في منطقة الكرخ. وبعونه تعالى الله سبحانه وتعالى وفقنا بحيث بالبكالوريا، ذاك الوقت كان اكو بكالوريا طلاب سنة سادسة، سادس ابتدائي وثالث متوسط وخامس ثانوي. والغريب اللي لحد الآن يعني يمر علي، انه انا درجتي كانت 86 معدل في هذين الثلاثة، بكالوريا سادس ابتدائي وثالث متوسط وخامس ثانوي. بالخامس الثانوي كنت الأول على 400 طالب في إعدادية الكرخ، وأنا ويا 4 من زملاء دخلنا كلية الطب والحمد لله. كانت فرصة عظيمة، يعني أنه واحد يدخل كلية الطب في ذلك الوقت. كانت هناك كليتين، كلية في بغداد وكلية في الموصل، وكان عدد المقبولين حوالي 200 طالب في كلية الطب بغداد. والحمد لله شكر لله، دراستنا في كلية الطب من 64 إلى 1970، درسونا الجيل خلينا نقول الثاني من عمالقة أساتذة كلية الطب بغداد اللي نفتخر جدا بتدريسهم. تعلمنا منهم الكثير بالدراسة بالتربية. وتخرجت من كلية الطب بغداد من 10 الأوائل في عام 1970 بدرجة جيد جدا. قضينا الإقامة الدورية في أول دورة تعين في مدينة الطب. بالمناسبة مدينة الطب هاي لها ذكريات وياي. أنا بيتنا في الكرخ كان مقابل إلى المستشفى الملكي في الكرخ. بدأ بإنشاء ودقر كائز مدينة الطب عام 1956، وكنا يوميا الصبح ننام بالسطح دنيا حارة، فكنا نجلس على المكان الذي تقوم بدقر كائز مدينة الطب. استمر الدق مال الركائز وبناء المستشفى، واحتاجت إلى 16 سنة حتى تنفتح في حزيران سنة 70، فتحها المرحوم أحمد حسن بكر رئيس الجمهورية. فمن انفتحت كنا احنا استونا نفس اليوم تخرجنا من كلية الطب، وعملنا بها كأطباء مقيمين، 15 من كلية الطب بغداد، 10 من كلية الطب الموصل الأوائل، و10 من الأطباء اللي سبقونا سنتين ضباط احتياط. فكان المجموع 35. المستشفى كبير جدا بألف سرير، وعلى ما أذكر كان كلفته 8 مليون دينار عراقي، كلفة تأثيثه 8 مليون دينار عراقي. هاي ذكريات حلوة عن مدينة الطب في بدايتها قبل أن تتوسع وتبنى بها ملحقات أخرى. أكملت الإقامة الدورية لمدة سنة،
بعدين التحقنا بالخدمة العسكرية الإلزامية لمدة سنة، وبعدها صارت فرصة جيدة وهو بأنه علنا في جامعة البصرة كلية طب حديثة أسست 1967 ويريدون معيدين فيها لغرض الابتعاث للحصول على الدكتوراه في التخصصات المختلفة. كانوا ذاك الوقت موجودة مجموعة من الإخوان الأساتذة الهنود باكستانيين ومصريين، فقدم الطلب وقابلونا وذهبنا إلى البصرة وهناك صارت القسمة وزوجت المعيدة معايا في الكلية الدكتورة هدير توفيق الحديثي، والحمد لله وشكر براها حصلنا على إجازة دراسية لي وبعثة لها للذهاب إلى إنجلترا جامعة نيوكاسل أبون تايم شمال شرق إنجلترا للدراسة. في إنجلترا قضيت 6 سنوات، 3 سنوات منها كملت الدكتوراه، وبعدين حاولت أنه أبقى على حسابي الخاص أشتغل بالمستشفى وفي الجامعة حتى أحصل على شهادة أعلى من عندها اللي هي عضوية الكلية الملكية البريطانية. عندما رجعت سنة 1980 كان في العراق 2 فقط بهاي الشهادتين، دكتورة بدور الرحيم الله يذكرها في الخير بالموصل، ودكتور محمد صادق العدناني في البصرة، وأنا كنت الثالث في العراق اللي محصلين على شهادتي الدكتوراه ثم العضوية الملكية في جامعة في لندن لأطباء الأمراض. في البصرة رجعنا أنا بعد 6 سنوات في إنجلترا، رجعت بالضبط يوم 17/9، الحرب العراقية الإيرانية بدت يوم 22/9 فمعناتها 5 أيام. فهناك كنا يعني الأخوان بإنجلترا كانوا دائما يتندرون على الذهاب والإياب، فقالوا لي أنت باقي ويانا 6 سنوات كل شيء ماكو سلامات. رجعت من إنجلترا للعراق 5 أيام علقت الحرب، مقادير الأقدار اللي أدت إلى ذلك. طلعنا من مطار البصرة تنظر إلى المدينة اللي عشت بها، يعني على الأقل الفترة الثانية من سنة 80 لستة 26 سنة، خصوصا أنا يعني هناك الحمد لله مو بس يعني كنت أستاذ في الجامعة أدرس ورئيس قسم الأمراض في كلية الطب البصرة، انعرضت علي العمادة بها 3 مرات واعتذرت عنها لأنه أنا كان شغوف بعملي بالتدريس الأمراض وفي الفحص النسجي، يعني شغلت الأساسية في العراق وفي الدول العربية لأنه أكو في شغلة ثانية بأوروبا هي تشخيص الخزعة المرضية، أي شيء يزال من المريض للفحص النسجي بالدرجة الأساس، هل هو التهاب هل هو سرطان. أنا عندي مختبر الوسواس التحليلات المرضية المختص بالتحليل النسجي، أنا الوحيد اللي كنت أشخص بالتحليل النسجي لفترة طويلة في البصرة. استمر العمل بي من سنة 1984 إلى 2006 23 سنة، فحصل بيها عدد هائل من الحالات وشخصت ما لا يقل عن 10,000 حالة سرطان، وكنت أنشر نشرة سنوية عن حالات السرطان في البصرة والنماذج اللي تجينا من العمارة والناصرية، وكانت وزارة الصحة تعتمد على الإحصائيات اللي أنا أزودهم بيها لأنه كانت موثقة بالنتائج، يعني التحليل ورم من الثدي ما هو كذا كذا توقيع انتهى بعد. فكانوا يعتمدون على الحمد لله وشكر التقارير اللي أرسلها حتى يستمرون بالعلاج كعلاج جراحي أو أشعة أو علاج كيميائي. فأنا يعني مثل ما تقول بواسطة وجود هذا المختبر أنا يوميا أشتغل من 4 إلى 12 بالليل في المختبر، أستلم النماذج أقطعها أصبغها أشخصها أكتبها وأسلمها، فخلتني على علاقة يعني ويا كل الأطباء العاملين في البصرة والناس المريض أقارب المريض اللي يجون يراجعون، فالحمد لله وشكر الذاكرة بقت طيبة.
وبلغني عدة مرات أنه أنا من خرجت من البصرة الكثيرين يعني بمرارة أسفوا لأنه فقدنا القدرة الجيدة لتشخيص الحالات المرضية خاصة المشتبه بها، كانت يحاولون إياها من الناصرية والبصرة للتأكد هذا التحليل مربوط أو لا، وللأسف حالات قليلة والحمد لله مو كثيرة، كان هناك خطأ بالتشخيص والحمد لله صلحنا. فكانت يعني من تشعر أنه الناس اللي خدمتهم متأسفين على رحيلك، يعني شعور الحمد لله وشكر بالرضا أنه قدرت تخدم المحافظة، محافظة البصرة وما كان يأتي بها من خاصة من الناصرية، الناصرية ما كان بها مختبرات، تشعر أنه أنت يعني خلينا نقول إحنا فترة الدراسة الآن تتخرج من الكلية الطبية أنت يعني دا تأخذ من الوطن مالتك، الوطن دي يقدم لك خدمة بدراستك وبهذا، براها أنت تبدأ لازم تريد الجميل سواء بالتدريس أو سواء بهذه الخدمة التشخيصية. في 2006 الكل يعرف القضايا الأمنية اللي صارت في العراق أدت إلى أنه ننتقل إلى عمان، كان هنالك ثلاث وجهات للانتقال، أما إلى الإمارات وأما إلى لندن كان معروض عليه شغل به ذاك الوقت وأما إلى الأردن. أنا فضلت بالحقيقة أن أتي إلى الأردن، وكما أقول دائما بلد شقيق عربي مسلم تسمع به الأذان 5 مرات في اليوم، أنت أمين على أولادك وتربيتهم، أحفادك وتربيتهم في مكان مسلم. أنا ما أعتبر نفسي أبدا غريب في الأردن ولا الأردن اعتبرني غريب. في الأردن حدث شيء غريب، أنا دخلت الأردن 5 تموز سنة 2006 لأفاجأ أنه قبل يوم وزير الصحة في الأردني ورئيس جامعة الهاشمية سووا اتفاق بأنه من سوف يعين في كلية الطب بالجامعة الهاشمية محتاجي العمل في مستشفى الأمير حمزة اللي فتح ذلك الشهر. فسبحان الله قدمت أوراقي، كنت أني أول واحد يعين في كلية الطب جامعة الهاشمية في تموز سنة 2006، وباشرت بالدوام يومين في مستشفى الأمير حمزة كمستشار أول، ما كان عندهم أطباء اختصاصيين برتبة مستشار في المستشفى، يومين بالأسبوع و3 أيام أدرس في كلية الطب نفس الوقت رئيس قسم ولمدة حوالي 10 سنوات. أنا في الهاشمية واحد من 4 نتشرف بأننا أسسنا كلية الطب جامعة الهاشمية، ولا أزال والحمد لله حتى بعد أن عبرت سن 70 سنة 18 أنا انهيت أكملت سن 70، القانون الجامعات الأردنية لا يجوز لمن تعدى سن 70 أن يبقى بالكلية، ولكن بالنظر إلى الندرة الشديدة في عدد الأساتذة كنا احنا فقط 2 والاثنين عراقيين اللي يدرسون في كلية الطب إلى ذلك الوقت. تم تجديد العقد وياي الحمد لله وشكر، آخر تجديد للسن 75 كان قبل حوالي شهر. فأنا لا أزال يومين في مستشفى الأمير حمزة كمستشار و3 أيام أستاذ في كلية الطب جامعة الهاشمية، وأفتخر أنه الدورات اللي درسناها في البصرة هي 26 دورة من سنة 80 إلى سنة 2006، وفي الهاشمية من سنة 6 إلى حد الآن أنا مدرس 16 دورة كلية الطب. إذا أخذناها على معدل 200 طالب 250 بين قوسين، بعض الأحيان توصل 400 طالب تخرج سنة 18 من الجامعة الهاشمية، كان عدد كبير جدا 400 طالب. فالحمد لله شكر واحد يفخر بأنه ساهم في تدريس 42 وجبة لا تقل عن 12 إلى 13,000 طبيب.
قبل النوم، وأكثرها لا برا ما أجلس في صلاة الفجر وأرجع أحاول أنام مرة ثانية، هذا الهاجس يعني مستمر وياي، لأنه هاي ذكريات وهاي الآلام وهاي الأفراح والحياة اللي عشتها كليتها يعني مستحيل تروح من بالك، يعني ذكريات الحلوة والحمد لله والشكر، اللحظات الصعبة من الصعوبة من الصعوبة إنه بس للأسف الشديد يعني أنا للأسف يعني شخص مثل ما تقول لك يا واقعي جدا، من طلعت أنا سنة 2006 البعض اعتقدوا أنه الأمور قد تتحسن إن شاء الله تعالى وإحنا أمنا بالتحسن، بس للأسف الشديد طلعت سنة 2006 وأنا قلت أنه من سنة 2006 وراح يستمر الوقت، للأسف الشديد الأمور لم يطرأ عليها ذلك التحسن الكبير، بالعكس بالعكس، وهذا اللي إذا أشوفه بالوقت الحاضر يعني ما أحب نأخذ بالتفاصيل. والله أهم شيء أرجع أشوف بيتي، عندنا الحمد لله شكر بيت جيد وكبير في البصرة، بنتي بالبصرة، عندنا زوجتي مكان آخر، حبينا نأخذ ثياب أبو الخصيب على نهر شط العرب مباشرة، بيتي في بغداد لا يزال الحمد لله وشكر موجود لأنه أخويا قريب عليه، وتركت فارغ بذاك الوقت لحد الآن، قلت للأخوي أنه تقدر تستعمل أولادك وأحفادك، فالحمد لله وشكر يعني أنا عندنا بيت بالكاظمية بالعطيفية الثانية، عندنا بيت بالبصرة، بنتي موجودة هناك، فكل هاي مكانات يعني الحمد لله وشكر لا تزال يعني عرضت علينا أوقات الصعبة إنه نبيعها، فألف ألف الحمد لله وشكر، قلت لهم يعني من أنزع الإنجليزي يقول لك إنه آخر شيء تبيعها قبل ما تفلس وأنا تبيع ستراماتك، فقلت لهم أنا إذا قبل ما أبيع ستراماتي أبيع عملات، فالحمد لله وشكر يعني البيوت والذكريات والمكانات الحلوة اللي عشنا بها موجودة، بس نأمل من الله سبحانه وتعالى أنه تتحسن الظروف واحد يرجع لها. العراق كان وبقى ولا يزال وسوف يبقى وطن لكل العراقيين، وأنا بالنسبة لي يعني بدون وطن أنت غريب، بدون وطن أنت غريب، ولا أحد يحب أن يكون غريبا، يجب أن يكون انتساب وطن، مثل ما قلت لك يعني المولد والمهد والحضن والمنشأ والحياة تاريخ جغرافيا وزمان، زمان ومكان هاي كلها يعني جزء من كيانك، فهذا هو الوطن بالنسبة لي، ومهما تغربت يبقى هو الأساس، يبقى هو الأساس كوطن كجنسية كبيلونجينج، يعني شيء أنت تعود إليه، مع ذلك واحد حتى يحن أنه يقبر مع آباء وأجداده في مقبرة الشيخ معروف، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وكل ما نتمنى الله سبحانه وتعالى يمن علينا ويمن على أخواننا اللي يعيشون بالعراق وضع أفضل، تحسن في الأمور، أنا لا أقول لك أن العراق راح يرجع كما كان في الخمسينات والستينات اللي أنا عشتها، بس على الأقل ظروف أفضل للمعيشة تهيئ لهم.